صباح الخير يا مدام انتصار، نورت القناة. طبعا لازم تنور بيا. صباح الخير يا مدام انتصار. صباح النور. كتر الصباح يقل المصلحة. ها؟ بعد اذنك يا هاني. اتفضل. صباح الخير. اها. ايه ده؟ صباح الخير استاذ انتصار. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير. لوك 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 لوك. ها ايه الاخبار؟ اتفضل. سماح وابراهيم جم؟ ايوه يا فندم. ابعتيهم لي بسرعه. يلا. مكتب وزير الاعلام اتصل بحضرتك وبلغني ان وزاره الاعلام هتكرم حضرتك في عيد الاعلاميين. بركه انهم افتكروا. اهو على الاقل اتكرم انا بدل ما الورثه اللي ياخدوا التكريم. ربنا يديك الصحه يا فندم. مدام شهيره الحديد اتصلت بحضرتك وبتبلغ حضرتك بندوه نادي اوستريتش النهارده الساعه 9. تاني؟ ما هي بعتت لي مسج وقالت لي خلاص انا عرفت الناس دي ايه. دو 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 دو. انا مش فاضيه للكلام الفاضي ده. انا غلطانه اصلا ان انا قبلت رياضه النادي. قدها وقدود يا فندم. يلا مع السلامه. صباح الخير يا مدام انتصار. اه صباح الخير. هو انت عارف كام صباح لغايه دلوقتي برد عليه؟ احنا لو كنا اشتغلنا على قد الصباحات اللي احنا بنصبحها على بعض كنا بقينا دوله عظيمه. اتفضل. ازيك يا مدام انتصار؟ ما قلت صباح الخير اهو. اقعدي على طول يا ماما بلاش لوك 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 لوك. ها عملتوا ايه؟ عملنا تقرير عن سرقه البنك ما حصلش، لقاءات مع موظفين، مع المصابين، مع مديري البنك، مع اهالي افراد الامن اللي ماتوا، مع افراد الامن اللي ماتوا. انا في واحد عملت معاه لقاء وهو بيحتضر. انا بموت في اللقاءات الميته دي. طب وبالنسبه للجناه؟ الجناه هيكون مين؟ هي نبويه تمساح وش تاني؟ هو ايه حكايه الست نبويه تمساح دي؟ والله يا فندم الست دي بقت جرايمها متنوعه. دول كمان لسه الشهر اللي فات يوم ماتش مصر ودرمستان لما خلوا الجمهور يقتحم الملعب واحنا اللي غالبين، وفي الاخر طلعوا بيلهوا البوليس علشان خاطر يدخلوا المقنعين ويخطفوا سفير درمستان. اه بس الغريب ان هم افرجوا عن السفير بعدها بيومين ثلاث ايام ومن غير اي مشاكل. كان ممكن عايزين يعملوا بلبله وخلاص. لا طبعا لا، ده دي رساله، دي رساله من نبويه تمساح انها تقدر تخطف اي حد وفي اي وقت. والغرض من ده ايه؟ بتخوف الحكومه طبعا عشان ما تخليهمش يدوروا عليها. ممكن، بس محدش عارف مين هي نبويه تمساح ولا حد عارف شكلها ايه بالظبط. لا هو ممكن اصلا ما فيش حاجه اسمها نبويه تمساح. وممكن تكون راجل. ممكن تبقى راجل. المهم انا عايزاكوا تعملوا تقرير مهم جدا. بص الحلقه اللي بيبقى فيها نبويه تمساح بتبقى سخنه جدا. التقرير كمان اللي عملناه النهارده هيعجب حضرتك قوي. احنا بعتناه وحده المونتاج وهيكون عند سعادتك بعد ساعه. ماشي، المهم انكم توروهوني بسرعه، لازم اشوفه بنفسي عشان نشيل منه جزء نحطه في النشره النهارده، والجزء الثاني يتعرض في الحلقه بتاعت يوم الجمعه. انا عايزاكم تقطعوا قلب الناس، تعملوا حوارات مع المصابين، مع اهاليهم، انا عايزه الشعب ده يقعد يعيط ويكتئب ويعيط ويكتئب، انا عايزه انحر قلب الناس النهارده. ليه؟ علشان مصانع المناديل الورقيه تشتغل يا ابني، ما هم لما يشتغلوا احنا نكسب نعمل اعلان، انت لسه بدري عليك. الله يا استاذ انتصار الله. انا عايزاكم بقى تنقوا اغنيه حزينه كئيبه من الاغاني اللي احنا طرشنا منها الفتره اللي فاتت. ها بس ما تاخدوش اغنيه ما شربتش من نيلها جربت تغني لها، على بال ما تتعرض الحلقه هيكون النيل نشف. يلا انصرفوا، بعدين بتتفرجوا على ايه؟ حبيبي رد على الموبايل ما دام حاجه مهمه كده. رد يا بابا. لا لا ده حد صاحبي ما ينفعش ارد على حد وانا قاعد قدام حضرتك اصلا. مؤدب محترم. خليك. طب انا هرد بس عشان تليفون مهم معلش. قليل الادب. واطي. اي اوامر يا فندم؟ لا يا ستي، يلا بسرعه التقرير عشان الحق اشوفه، تجيبه لي على طول. حاضر. ايه يا حبيبتي؟ ايه معلش ما كنتش عارف ارد عليك. كنتش عارف ارد عليكي بس عشان كنت مع مامتك جوه. لا لا ما تلاقيش، ما لاحظتش اي حاجه. انت عامله ايه؟ وحشتيني. مش معقول يا امانه حكايه انك كل يوم تيجي بالمدرسه بالبوكس. اعمل ايه بس يا بنتي؟ حكم القوي. طب ما تقولي لمامتك عدى عليكي انا واخويا الصبح ناخدك في طريقنا. الله عليكي، بقى انت عايزه ماما توافق اني اركب مع راجل غريب؟
ده انت عايزاها بقى تخلص عليا خالص. راجل غريب ده، ايه ده؟ بقولك اخويا وانا معاكم. اصل انت ما تعرفيش ماما كويس. لا ده بصراحة يا امانة والدتك دي صعبة قوي. امال انت فاكرة ايه يا بنتي؟ دي مأمورة سجن القناطر، عارفين يعني ايه؟ يعني ربنا يستر. يا رب. صباح الفل يا بشمهندسة. اقفل بقى. صباح الخير يا مشمهندسة. صباح النور، ايه الاخبار؟ الحمد لله. واخبار المنحل ايه؟ زي الفل، احسن عسل فيك يا بر مصر، عسل النور. طب انا هغير والبس البدله بتاعتي واجي. اتفضل يا مشمهندسة. على فكره حسنين ابن العمدة سأل على حضرتك. وده عايز ايه ده؟ كان جايب لحضرتك زياره كده. طب لو جه تاني قول له ان انا مش موجوده. تحت امرك يا مشمهندسة. بقول لك ايه يا شهيرة، الندوة دي بان عليها اقبال كبير قوي كده ليه؟ ايوه، ما انا عملت عنها خبر في الجرايد. خبر في الجرايد؟ انا ما قريتش حاجه. ما هي نار، تعالي. ما هي نار بنتي. ايه ده بجد؟ الله، بسم الله ما شاء الله، ايه الجمال والحلاوه دي؟ كبرت وبقت قمر. معقولة السنين مرت بسرعه دي؟ ميرسي يا طنط، انا السنه دي لسه مخلصه من اي يو سي. اي يو سي كمان، ما شاء الله ما شاء الله. تفضلي حبيبتي، تفضلي. تفضلي يا حبيبتي. اخس عليك يا شيرين، انا زعلانه منك. ليه يا حبيبتي؟ ايه اللي حصل؟ ازاي يكون عندك بنت حلوه زي القمر كده وتخبيها عني؟ مش فاهمه. يا سلام، وانت مش عارفه ان انا عندي الواد القمر اللي اسمه عمرو، ودلوقتي بقى ايه، بقى مرشد سياحي. ربنا يخليه لك يا انتصار، ده انا اتمنى ناسبك. خلاص سيبي الموضوع ده عليا وانا هظبطه بمعرفتي. طب يلا بقى نبدا الندوه. يلا.